مساء الفل على اروق واجمد ناس في الكوكب. لو اول مره تشوفني يلا اشتركوا معانا وفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل ضرب النار اللي جاي. فيلمنا النهارده مبني على قصه حقيقيه حصلت في فرنسا من سنين، فنركز شويتين تلاته كده مع بعض ونربط الاحزمه. تبتدي قصتنا مع شابه جميله اسمها انا، ودي شابه صغيره في السن لكن يا عيني هتقضي عقوبه سجن طويله، وده بسبب قضيه ابتزاز وقتل. بتدخل انا الزنزانه بتاعتها وبتعرف من السجانه انه قريب قوي في حد مهم هيزور السجن، وبتفهم انا بعدها ان الزياره المهمه دي هتكون من وزيره. بعدها بيظهر مامور السجن والمساجين مسحولين في شغلهم في المطبخ. المامور كان جدع قوي واموره واسمه جان، بيقعد ياخد ويدي بشكل ودي مع انا، اما بقيه السجينات فكانوا بيحضروا الشو عشان يعملوه قدام الوزيرة، وهو عبارة عن عرض ازياء بس عالضيق كده. وطبعا بتنضم ليهم جميلة الجميلات بنتنا انا، واللي شدت جمالها انتباه المأمور اللي شكله مسد. طلبت انا بعدها من المأمور انها تقعد معاه عشان تعرفه انها منتظرة جلسة محاكمة تانية، ولحد ما الجلسة دي تيجي مفروض تروح سجن تاني، فكانت بتترجى انها لما ترجع تاني تحتفظ بمكانها في شغل المطبخ، وكانها شغالة في السفارة يعني. بعدها بنشوف جان مع المدام اللي اسمها إليزا، وهما بيتفرجوا على بنتهم وهي بتقدم عرض باليه. إليزا كانت برضو شغالة في نفس السجن، ممسكة كده مكتبة السجن، ما هي مالياطة بقى زي عندنا كده ابناء عاملين. بعدها بنشوف الحاجة أم أنا وهي بتزورها في السجن، قعدت تقلب عليها المواجع وتقول لها صحابي باعوني والسبب إن بنتها بقت رد سجون، كلام يحرق دم أنا الله يكون في عونها. بعدها بشوية بنشوف سجينة شكلها كده مش تمام وهي بتضايق أنا، وبنتفاجئ إن أنا طلعت نينجايا كده وعرفت تضرب السجينة، لكن جان ما بيعجبوش الحال المايل، فبيروح يحذر أنا من إن المشاكل اللي من النوع ده نهايتها وحش، وبيقول لها إنه ممكن يخلي دكتور نفسي يساعدها، لكنها بتقول له دكتور مين ده، انا اللي دكتور، انا عايز اتكلم معاك انت يا جناب المأمور، وبتتماي عليه، وهو بيقول لها وماله انا جاهز في اي وقت. بعدها بيروح جاني يساندها نفسيا لانها كانت هتترحل خلاص، وهنا بنلاقي انا بتفضل تتواصل معاه عن طريق الجوابات، وبتحكي له عن الوضع في السجن وتطمن جان، وهو من ناحيته كان واضح انه صاحب واجب، فبيروح المحكمه عشان يحضر الجلسه بتاعتها لكنه ما بيعرفش يدخل للاسف. ولما رجعت السجن بيقول لها انسي بقى ايام المطبخ والعذاب ده، انت هتكوني في مكان تاني احسن دلوقتي، وفي نفس الوقت هتبقي قريبه مني. كان واضح انه بيقرب منها ودايما جنبها وهي شغاله، فالبنت برضه اتعلقت بيه وكانت على طول هيمنه فيه، الواد اتحب الصراحه. وفي مره بيقعدوا في مكتبه السجن فبتقول له انها بتحلم تسيب السجن وان هو اللي مخليها نفسها تمشي من هنا. الحاج طبعا ما فهمش حاجه من الالغاز دي، فهي سابت له ورقه فيها شرح كانت بتقول له فيها انها وقعت في غرامه وعشان كده لازم ينقلها سجن تاني. وفي ليله بيصحى جان من احلاها نومه على تليفون بيقول له ان في سجينه حصل عليها اعتداء. طبعا الشك كان هيموت جان لانه كان خايف تطلع السجينه دي هي انا، لكن اطمن لما لقاها سجينه تانية. تاني يوم بيروح لها جان وهي بتخلص شغلها، لكن الزياره دي بتكون مختلفه شويه لانه بيكون جاي لها لعمل واحد زبادي خلاط ساقع مشبر لسه طالع من الفريزر. بعدها بيروح جان يتكلم مع السجينه اللي اتخانقت معاها انا، وبيقول لها انه بسبب مشاكلها هينقلها سجن تاني، فالسجينه ما سكتتش وبتقول له انها تعرف اللي بينه وبين انا، وان كمان شويه البلد كلها هتعرف لانها تشتكي وهتطلعه معانا على السي ان ان على الهوا. بعدها بقى الموضوع يتطور ويتكرر ويجربوا كل انواع الزبادي بكل النكهات. في اللحظه دي بدا الاخ جاني يقول لانا ان اللي بيحصل بينهم ده مش صح، وان العلاقه بتاعتهم دي لازم تنتهي، وانه هيبدا يمشي في اجراءات نقلها لسجن تاني زي ما كانت طلبت قبل كده. اتعصبت انا عليه وقالت له انت عايز تنقلني بعد ما خدت غرضك مني، اللي هو بتاخدني لحم وترميني عظم يعني. بعدها بتروح انا المكتبه واليزا مرات جان كانت موجوده باعتبارها مديره مكتبه السجن يعني، فبتاخد انا بالها ان جان واقف من بعيد وبتستخدم كون الستات وتبين جسمها عشان تلفت نظر جان، وجان ما بيكذبش خبر ونسي نفسه قاعد يبحلق فيها، وده لفت انتباه مراته اليزا. جان ما اهتمش ومشي وراح يقابل انا لانه رجع تاني يضعف ويحن لما شافها، ومن تاني بيشغلوا الخلاط سوا، وتكرر الموضوع تالت ورابع لحد ما الراجل تقريبا ادمن الحكايه دي. وهنا المسؤولين بيتجمعوا بيه وبيقولوا له ان الموضوع تقريبا ريحته فاحت، واننا في سجن هنا مش ملاهي، وانها حتى لو اشاعات فلازم ياخد باله من كل تصرفاته. طبعا جان ساعتها انكر كل الكلام ده
وقال لهم بثقة انا المسؤول هنا. بعدها بتزور ام انا بنتها وبتنصحها امها لانها بتحس ان في حاجة غلط بتحصل. انا بنتنا اللي شايلة جبل هموم مش بتستحمل الكلام، فبتتعصب على الحاجة لدرجة انها بتطلب منها انها ما تجيش تزورها تاني. وطبعا انا ما كانتش مبسوطة باللي حصل وكانت متأثرة، وهي عمالة تعيد وتزيد في اغنية امها كانت دايما بتغنيها لها هي وصغيرة. بيروح جاني يبص عليها وبتفضفض له انا بخناقتها مع الست الوالدة، وبتعترف انا انها زيها زي سيد الوالد اللي ياما تسببه في مشاكل لانا الغلبان. وبتعترف له كمان ان معاها موبايل في السر وبتقول له ياخد رقمها عشان يعرفوا يتكلموا في اي وقت. طبعا جان ما اهتمش بموضوع التليفون وانه ممنوع للسجينات لانه خلاص بقى بيحبها، لكنه بيصدمها في اخر القعده وبيقول لها انه هيسافر فتره طويله مع العيله، فبتتجنن انا عليه من الغيره وبتلطشه على مخبرين محترم. وفي البيت بنشوف جان مع عيلته وهو مش معاهم في نفس الوقت، وهو بيقضيها شتم مع انا، لكن كان الشتم من طرف واحد لان انا كانت مطنشه رسائل. وفي الشغل جان كان بيحس انه خلاص مش قادر يقاوم ونفسه يشوف انا وهيتجنن من الاحساس ده، وبيقول ان مكتبه لازم يتنظف وان انا هي احسن واحده تنظفه، وفعلا بتروح. وهنا انا بتقول له كلام اول مره تجيب سيرته عن انها حزينه على الوضع اللي هم فيه وانه في الاخر عمره ما هيكون ليها، وشويه كلام كده يغم النفس. لكن جان بيهديها وبيقول لها انه حاسس بيها وبيحبها. وفي فترة سفر جان بنلاحظ ان دماغه سحلاء على الاخر وان انا بقت مجننه، والبنت ما تتوصاش برضو عماله تبعت له كل شويه في صور ليه. ورغم كده كانت انا في السجن قاعده مكتئبه لان امها شكلها قفلت منها ومش بتيجي في ميعاد الزياره المعتاد، فبتتصل بجان عشان تفضفض له لكنها بتلاقي موبايله مغلق. وهنا انا بتهب منها على الاخر وبتقعد تبلبع في حبوب عشان تنتحر، لكن المسؤولين في السجن بينقذوا حياتها في اخر لحظه بعد ما نقلوها على المستشفى. وطبعا اول ما جان ما بيعرف بينسى السفر بمراته ببنته، وهوب بيطير على المستشفى يطمن على انا وبيحضنوا بعض. بيبان ساعتها قد ايه جان متأثر من اللي حصل لها، فبيروح يسكر في بار وهو عمال يفكر فيها، وهناك بيشوف واحدة بتفكروا بيها فبيرقص معاها، لكنه بيتكحرت للأسف لما حد تبعها شافه بيقرب منها. بعدها بيروح جان يزور انا وكانت امها هناك، ومن كلام الحاجة الكبيرة معاه بيعرف ان انا ما بتتبلش في بقها فولة، وانها حكت كل حاجة بينهم للست الوالدة. وبعدها بيكتشف انه بقى ممنوع من زيارة انا، فبيرجع جان على بيته على اخره لقى المدام كمان على اخرها لانه ما كملش معاها السفرية وخلع. وتاني يوم في الشغل بيلاقي انه مطلوب للتحقيق، وده لان السجينة المجنونة نفذت تهديدها واشتكته بعد ما نقلها من السجن لسجن تاني، وقالت ان في علاقة بينه وبين انا. طبعا جان اللي انكر قبل كده بينكر دلوقتي من تاني اكيد طبعا، وبيقعد يقول ان انا زيها زي اي سجينة وان الكلام ده كله اشاعات وان دول اعداء النجاح يا سعادة الرئيس. لكن المحقق كان واضح انه ما اكلش من الكلام، وبيعرف جان هنا ان انا هتتنقل من السجن لسجن تاني، واعصابه هنا بتبوظ من الاوضاع دي وبيسيب بيت اسرته وبيروح يقعد في اوتيل لوحده، وبيوصل لمرحلة انه مش بيرضى يشوف حتى مراته وبنته لما بيجوا يزوروه. بعدها بنشوف جان بيروح لانا في السجن اللي هي فيه، وده طبعا كان ممنوع، فبيتقمص شخصية حارس في السجن وبيطلع على السطح وبيقعد يولع العاب نارية، وبيتصل بانا وبيقول لها شفت الانبهارات دي، انا اللي عامل الفرقعة دي كلها عشان خاطر عيونك يا جميل. بما ان انا لها يوم اجازه من السجن بيظبط جان معاها انهم يقضوا اليوم ده سوا، وفي اليوم الموعود بيقابلوا بعض وبيروحوا على الفندق زي ما انا كانت عايزه، وبيعيشوا حياتهم سوا على الاخر يعني. بعدها بينزل يجيب خط تليفون جديد عشان تتصل بيه من السجن بعد كده، وفي مره وهو رايح يودي بنته المدرسه بتقعد ايزا معاه قعده صراحه، وبتقول له من غير لف ودوران كده ان علاقته بانا هتبوظ له حياته، وبتحذره من انها اول ما هتسيب السجن ولا هتسال فيه ولا تعبره. وبتقعد المدام تفكر جوزها انه شغال شغلانه اي حد يتمناها، اللي هو خلي عند امك دم يعني وحافظ على كل ده بقى. كمان بتطلب منه يبدا يراجع نفسه من جديد. جان بيتسحل في التفكير في كلام مراته لدرجة انه نسي العدة بتاعته عندها، فلما بتتصل انا بيه بترد مراته بتقول لها انها سبب تدمير علاقتهم ببعض. المصيبة ان انا بعدها لما بتتكلم مع زميلتها في السجن بتقول لها انها حامل من جان، وبتعترف انها بيت بتحبه جدا لكن مش عايزة الموضوع يوصل لمشاكل لجان مع عيلته. بيروح جان بعدها الشغل لكن بيتفاجئ بنفسه وهو بيتكلمش، وبتشوفه انا والاساور ما شاء الله بتتحط في ايديه. طلع ان مكالمات الباشا المأمور مع انا بتتسجل، لا وكمان اتصور وهو بيشتري الخط اللي بتستخدمه، يعني فضيحة صوت وصورة على الهواء مباشرة. وهنا بتقول المحققة لجان انه ممكن يطلع منها زي الشهرة من العجيب، وده لو قال ان انا هي اللي اكلت بعقله حلاوة.
ساعتها مش هيبقى مدان باي حاجة. لكن جان عزيز المشاهد هنا من كتر حبه الانا بيرفض العرض ده، فالمسؤولين بيبلغوه انه هيبقى في جلسة محاكمة له قريب. بعدها بنشوف جان بيروح لانا يوم اجازتها، لكن المفاجأة انها بتكرف له وتنفض له على الاخر، وكمان بتقابل واحد تاني كان منتظرها قدامه. انا كانت بتعمل كل ده من ورا قلبها، وده بنعرفه لما بتنزل الطفل اللي في بطنها عشان ما تتسببش في مشاكل تانية لجان، وانها قابلت الشاب ده قدامه على امل انه يكرهها ويرجع لحياته الطبيعية. ولما جه يوم الجلسة جان كان رايح على اساس انه يقول ان انا هي اللي ضحكت عليه وهو ملوش ذنب، لكن لما بص في عينيها وشاف حبها له اعترف بكل حاجة زي الاسد، وده كانت نتيجته انه بياخد حكم حبس مع ايقاف التنفيذ، لكن طبعا بترفض من شغله. ولغايه هنا بينزل تتر فيلمنا والمخرج بيسيبنا محتارين ايه اللي حصل مع انا وجان بعد كده. تنساش في النهايه تعرفني رايك في الفيلم في كومنت ولايك للفيديو كالعاده واشتراك في القناه، واتفرج على الفيديو ده هيعجبك.